السيد راشد خريجي الغنوشي هو رئيس مجلس نواب الشعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعلن السيدة سميرة الشواشي نائبة أولى لرئيس مجلس نواب الشعب. القرار خذيناه هو قرار السيد نبيل قروي كونه التحالف مع حركة النهضة ومن لفها لفها هو خط أحمر بين النهضة وبين مجموعة نبيل القروي. مش ممكن يقع توافق. قلب تونس فيه شبهة فساد في بعض الناس، بعض القادة هم رموز للفساد معروفة. شو مدخلني في النهضة أنا؟ النهضة عندها ائتلاف مع 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 يوسف شاد، وهذه هي الديمقراطية. علاش النهضة يلزم ديما تحكم؟ الله غالب، نحن ما عندناش مقارونة يعني. نرفض ولن نتحالف مع حركة النهضة. جايبين الكاميرا. الكاميرا قدمت. هم باش ندخلوا في حكومة النهضة. كما وعدناكم ونحن صادقون أوفياء إن شاء الله.